بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، اسمي خالدي أميرة ياسمين، المتحصلة على شهادة التعليم المتوسط ب 19.22، الأولى على ولاية الجلفة. بدأت مسيرتي في الدراسة في مدرسة في ابتدائية الذكور المركزية. كانت مدرستي الأستاذة خالدي يامنا، وهي والدتي. بالإذا تحصلت على شهادة الابتدائي ب 9.90، أكملت مشواري الدراسي في متوسطة حسني محمد الشيخ الذي كان مديرها السيد بكاي الأخضر الذي كان بمثابة أبي ثاني. وبالإضافة إلى أهني وأشكر جميع الأساتذة متوسطة حسني محمد الشيخ بدون استثناء جميع طلبة المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط، والذين كللوا بتاج المعرفة وتحصلوا على شهادة التعليم المتوسط سواء بأي تقدير، ممتاز أو جيد جدا. وأتمنى التوفيق لكل تلك. شكري لوالدي الذين كان سندا لي، ولجدتي ولخالي أشرف وأسعد، وإلى أستاذي وخالي محمد العقاب وأستاذ زعتر وكل أساتذة. وأنصح التلاميذ بالتحضير الجيد ليرفعوا شعلة العلم، فمن طلب العلا سهل الليالي. علاقتك بالقرآن الكريم؟ القرآن الكريم كان حافزا للتقدم أكثر وأكثر، فهو بالدراسة والقرآن الكريم سواسية، فلا أستطيع التفرق عن ذاك أو الاستغناء عن ذاك. فتمسكي بالقرآن الدين بالقرآن وبالوازع الديني كان مرافقا لي طيلة مشواري الدراسي. من طموحك إن شاء الله؟ إن شاء الله أسعى إلى التخصص في مجال الطب، وذلك باقتداء بالطبيب خالدي محمد، لأنني أحب المواد العلمية العلوم. كما أشكر الأستاذة المفضلة لدي في العلوم الطبيعية وجميع الأساتذة بدون استثناء. هل ستتم التحضير بالنسبة للثانوي؟ هل سيتم في فصل الصيف ولا البرنامج؟ إن شاء الله في الثانوية هذه العطلة يعني بمثابة راحة، لكن إن شاء الله سأبدأ التحضير بجد لأولى ثانوي والثانية ثانوي الثالثة ثانوي إن شاء الله. نصيحة المقبلين على شهادة التعليم المتوسط؟ أنصح جميع التلاميذ والطلبة بالتحضير الجيد، فشهادة التعليم المتوسط فرصة لا تعوض للنجاح فيها، ولتصبح قدوة للتلاميذ والأجيال القادمة. كما أهدي نجاحي هذا إلى والدي جدتي وكل عائلتي، بالإضافة إلى كل من أعرفه من قريب ومن بعيد، وإلى وطني الغالي وشعبه الغالي، وإلى كل طاقم حسني محمد. إذا كان ممكن كلمة بالمناسبة، نشكر الإخوة كاملا، ونشكر الأساتذة والمدير، ونشكر جميع من ساهم في النجاح، وأتمنى لجميع التلاميذ أن يواصلوا المشوار الدراسي، وخاصة ننصح الجميع القرآن العظيم. بارك الله فيك. وخاصة القرآن العظيم. بارك الله فيك. وشكرا.